يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن فاروق حبيبي. ببارك لك الاول على يعني توليك المدير الفني لفريق كيما اسوان، وبتمنى لك التوفيق يا كابتن ان شاء الله. والله يا فاروق لا انا ما مسكتش كيما اسوان، كابتن احمد رجب. هو احمد رجب يا بجد؟ طيب انتوا الاثنين واحد يا كابتن دايما. طبعا طبعا ربنا يوفقه يا رب بالتوفيق لي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن. كابتن كشري كل التوفيق حبيبي. رايك يا كابتن، هاخد رايك في، لو انت يعني هاخد رايك الاول في مباراه اليوم لو تابعتها، مباراه الكاميرون وجزر القمر، وفي نفس الوقت لو تابعت ايضا جامبيا وغينيا، رايك في المباراه، وبعد كده هاخدك رايك في منتخبنا الوطني ان شاء الله المباراه القادمه. والله فاروق البطولة دي يعني بطولة الفرق الصغيرة، أنا شايف إن الفرق اللي هي مش مرشحة أو الفرق مش كبيرة هي اللي عاملة أداء كويس جدا وليها بصمة في المباريات وليها أسلوب وتكتيك واضح جدا. ويمكن أنا عجبني فرق جامبيا جدا جدا، ومدربهم عامل معهم شغل كويس قوي وموقفهم كويس في الملعب ومنظمين، وما كانتش مفاجأة إن هم يكسبوا النهاردة، لأن أنا في إحدى القنوات لما كلموني قلت لهم أنا برشح جامبيا إن هي تكسب، لان عندهم سرعات ومنظمين وعندهم اصرار. ففرقه لا فرقه محترمه وفرقه تتعب اي فريق تلعبه، خاصه الفرق الكبيره زي ما انت شايف كده الكاميرون ونيجيريا والفرق الكبيره ما بتلعبش بالباور بتاعها، ما عندهاش حميه في المباريات الكبيره. صحيح. فبالتالي الفرق الصغيره عامله اداء هايل. وكمان اللي عجبني جدا جدا فرقه جزر القمر، حاجة محترمة يعني، فرق الكورة ولعب الكورة وعندهم تحرر في الملعب هاير وعندهم ثقة في نفسهم، ولولا الظروف اللي يعني الصعبة اللي هم كان فيها النهاردة لعيب يقف حارس مرمى وبيطرد منهم لعيب، ورغم كده فرصهم أخطر من الكاميرون في المباراة، وصلوا للجون في أكتر من 4-5 فرص أكيدة وجابوا هدف رائع. فبأمانة الفرق دي جاية، وأفريقيا هيتغير معالمها في الفترة الجاية، فلازم الفرق الكبيره تعمل حسابها. ولازم انت احد المدربين القلائله كابتن كشري اللي يمكن مسكوا فرق افريقيه يعني من المدربين المصريين، وبالتالي انت عاصرت فكره التطور الفكري بالنسبه لبعض المنتخبات اللي ممكن نقول عليها صغيره. حضرتك كنت ماسك منتخب جيبوتي. جيبوتي مظبوط يا كابتن، ويمكن لعبت قدام منتخبنا الوطني، وبالتالي الفكر فعلا بيتغير يا كابتن بالنسبه للمنتخبات الصغيره دي. والله يا فاروق في الفتره دي انا يمكن شفت جزر القمر كان لعب مباراه في ملعبي في جيبوتي مع الصومال، واتفرجت عليهم كانوا بعيد جدا في الكوره لدرجه تسخينهم يعني تسخين كان ناشئين، ويعني انا كنت مستغرب. لا اتطوروا جدا جدا وبقوا اسلوبهم مختلف، وبقت فرق الكوره عندها ثقه في نفسها. لا الفرق اختلفت جدا. انت كمنتخب مصر او الفرق الافريقيه لازم تعرف وتحط في اعتبارك ان الفرق حتى الكبيره كاميرون كوت ديفوار نيجيريا السنغال عندهم مشكله دفاعيه رهيبه في كل الفرق دي، لان معظم اللعيبه اللي بتيجي فاروق حتى وهم نجوم كبار في انديتهم ما بيبقاش في انسجام بينهم. انت عارف طريقه اربعه دي عايزه تمركزات وعايزه ان هم يطلعوا مع بعض ويتحرروا، يعني تحركهم يبقى في مثاليه في لعب كتير مع بعضهم. فتلاقي فرقه زي نيجيريا وانت بتلعبها عندها مشكله في خط الظهر، تلاقي فرقه زي كوت ديفوار رغم ان هي فرقه تقيله عندها مشكله في خط الظهر. فانت لازم تشتغل على الحاجات دي، ولازم منتخب مصر بالذات يعني يامن دفاعاته كويس قوي. يمكن انا اخدك لمنتخب مصر يامن دفاعاته كويس ونص ملعبه، لان انا شايف ان يعني كروش يعني مش مقتنع بان هو يلعب بلاعب رقم 10، فبالتالي انت هتلعب بثلاثه ديفندر، والمباراه دي تناسبك ان يبقى في ثلاثه ديفندر ثلاث. ووجهه نظري يعني انا هقول لك وجهه نظري الشخصيه يعني. طبعا طبعا ان لو لعبنا طبعا تشكيل منتخب مصر يعني شبه معروف، محمد الشناوي وايمن اشرف في ناحيه الشمال لو فتوح مش جاهز، والونش اتمنى يكون موجود يعني اساسي هو وحجازي، وناحيه اليمين عمر كمال عبد الواحد، يلعب بثلاثه في نص الملعب من وجهه نظر المتواضعه ان يبقى حمدي فتحي والسوليه وزيزو. بتفق معاك يا كابتن، انا بتفق معاك. الثلاثه يلعبوا فلات كل واحد ياخد جنب، ويبقى بحيث ان انت تقفل الاطراف بتاعتهم، لان الفرق الافريقيه المميزه زي كوت ديفوار ونيجيريا والسنغال عندهم مهاجمين ونص ملعب عندهم مهارة وعندهم سرعات، فانت محتاج تغلق. وانت دايما يا كابتن بتبص افضل الخطوط عندهم ايه عشان تبتدي تشتغل عليه، واعتقد كوت ديفوار من افضل الخطوط عندها خط الوسط، يعني من خط الوسط والهجوم. فانت سهل جدا تضرب الفرق دي لو عملت كثافة عددية في الدفاع، لو لعبت التوازن. صدقني يا فاروق والله ما صعب يعني ان احنا نكسب كوت ديفوار ونكسبها كمان ان شاء الله
يعني نتيجه كابتن كوت ديفوار كابتن كشري يعني مش من ضمن التصنيفات اللي موجوده في كاس العالم، مش موجوده حتى معانا في خرجت هي خرجت. بس انا بقول لك الفرق الافريقيه، الفرق الافريقيه عندها مشكله، كل الفرق الافريقيه في الحته الدفاعيه اللي ورا وحراسه المرمى. يمكن السنغال الفرقه الوحيده اللي عندها حارس مرمى تقيل جدا مميز. فانت لو لعبت كده بالطريقه دي مع الثلاثه اللي فوق، محمد صلاح ومصطفى محمد، واتمنى ان هو يلعب رمضان صبحي، لان رمضان عنده تقل في الكوره، بيقدر يقف على الكوره. انت محتاج لعيب يقف يطلع الفرقه بتاعتنا ورا الكوره، محتاجين لعيب عنده خبرات، محتاجين لعيب يكون بيعرف يحجز على كورته ويقف. انت عارف المباريات دي يا فاروق، اللعيب اللي بتلعب له الكوره واحنا كنا مهاجمين بيبقى بتتمنى ان هو يبقى عايز يقف على الكوره عشان صح. يجيب اللعيبه ويقرب المسافات. فانا شايف ان رمضان، دي وجهه نظري الشخصيه، ان رمضان يكون افضل، لان رمضان لعيب عنده شخصيه في الملعب، يقدر ان هو يقف على الكوره ويعمل لك خطوره، زائد مهارته، زائد ان هو بيعرف يلعب باص، بيعرف يوصل، هيشتغل مع مصطفى محمد اللي بيديه ضربات الراس، مع صلاح اللي عنده سرعات ومهاره انه يقدر يوصل، هنبقى شكل الفرقه افضل. ده دي امنيات الشخصيه. لكن طبعا مستر كروش ان شاء الله ربنا يوفقه، وكروش يعني يحط تشكيل مناسب ويلعب بالطريقه المتوقعه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، والمباراه برضو يمكن ناخد حاجه منها كابتن فاروق، ان منتخب تونس امبارح لعب بذكاء. يعني لسه كنت اسالك عليه، لسه كنت اسالك عليه كابتن. منتخب تونس يعني لعب امبارح سير المباراه زي ما هو عايز، هو صح. اللي اتحكم في رتم المباراه، صحيح، هدى الرتم، بطأ الاسلوب لعب نيجيريا، فضل نمشي الجيم زي ما هو عايز، ولعب على واحده خطف الهدف. ولو اتفرجنا على المباراه يمكن نيجيريا مالهاش الا فرصه واحده طوال المباراه. فبالتالي انت محتاج تعمل كده، ما تستفزش الفرقه اللي قدامك، تستحوذ على الكوره، يبقى في تقل في نص الملعب على الكوره، ما نفقدش الكوره بسهوله. الكور المشتركه هي الاساس في المباراه دي. الكور المشتركه لو خدتها هتبقى الغلبه ليك، لان الفرقه الافريقيه دي، وما تحطش نفسك في صراعات معاهم، صحيح، يعني صراعات سرعه وقوه يعني في الاخر يعني. بالظبط، يعني خلي الكوره هي اللي تتحرك، وما تحطش نفسك في صراعات، لان هم بالطبع طبيعه البشريه بتاعتهم ان هم عندهم قوه وسرعه. وده اللي كنا بنعمله كابتن ايام منتخبات يعني قبل كده، الجاري اللي قبل كده يعني. صحيح بالظبط، خبرات اللعيبه مهمه جدا في المباريات الكبيره. اتمنى، مش معنى كده ان مثلا ان مرموش لعيب جيد ولعيب مميز وجاي في المستقبل، بس اتمنى الراجل ما يحرقهوش، ما يقعدش يديله كتير في اوقات هو محتاج وقت ومحتاج مباريات تعليه. يعني اديله، انا شايف ان هو لو تغييره هيبقى افضل، عنده سرعات وخفيف، يقدر يلعب في مساحات، لكن المباريات في بدايتها بتبقى مقفوله. العب باللعيبه اللي تعرف تتحكم في الكوره. لو هيلعب عبد الله السعيد، اتمنى انه يلعب عبد الله السعيد مركز 10، ما يلعبوش ديفندر تاني، لان عبد الله ما بيعرفش يلعب ويبقى ياخد مهام دفاعيه كتير. صحيح صحيح، يبقى تلعبه في مركزه الطبيعي عشان تاخد منه كوره. طيب، دي وجهه نظري. نتمنى التوفيق ان شاء الله كابتن. انا متفق معاك في بعض طبعا الامور الخاصه بالتشكيله والشكل ورتم الاداء بتاع المنتخب، لازم يختلف، ان انت تلعبه على انت تجبره ان هو يشتغل بشغلك، انت اللي تودي الماتش زي ما انت عايز، ودي خبرات وطبعا مدير فني ان شاء الله ده يعمله كابتن.